يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرات الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة فيها درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 19 والجو فيها حار، في الأسكندرية 30 18 الجو حار، في مطروح 28 17 الجو فيها مائل الحرارة، في بورسعيد 25 18 الجو معتدل، في الإسماعيلية 31 18 والجو فيها حار، في محافظة السويس 31 درجة والصغرى 17 والجو فيها حار، في العريش 27 17 الجو معتدل، وفي طابة 31 22 الجو فيها حار، في شرم الشيخ 32 22 الجو حار، في الغردقة 31 21 والجو فيها أيضا حار. في الأقصر درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة والجو فيها حار، في أسوان 35 20 الجو فيها أيضا حار، في الوادي الجديد 34 20 والجو فيها أيضا حار، في شلاتين 31 20 والجو فيها حار، وأخيرا في حلايب 28 22 والجو فيها مائل للحرارة. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.